ومن مغامرات السوشيال ميديا الخطيرة يوتيوبر يموت على الهواء مباشرة وهو يصور نفسه داخل دوامة بحر خطيرة، حادثة من عشرات الحوادث اللي نشوفها بالصورة والصوت بعصر السوشيال ميديا اليوم، ويا جنون تحديات اليوتيوب والمغامرات اللي نهت حياة أصحابها المجانين بالشهرة وهرمون الأدرينالين. ومن أشهر الفيديوهات المصورة حتى اليوم لليوتيوبر الأمريكي جاكوب جوجل اللي كان مشهور بالتحدي لدوامات البحر، لكن آخر مرة كانت القاضية واللي استهزأ بها ولبس إلها قناع همين وظل يدخل ويدخل لمركز الدوامة باستهزاء وإلى أن ابتلعته وطلع منها جثة هامدة.